بدأت في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان فعاليات مؤتمر الشباب العربي الدولي 34 تحت رعاية الملكة نور الحسين، والذي يعقده المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبدعم من الحكومتين الألمانية واليابانية. مديرة المؤتمر لينا التل قالت إن المؤتمر جاء تحت شعار الاستثمار في الشباب كعنصر فعال في التنمية البشرية، مشيرة إلى المبادرة الوطنية التطوعية التي تم عرضها خلال المؤتمر والتي تهدف لتشجيع الشباب الأردني على المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة المدرسة والبيئة المجتمعية، وذلك من خلال تقديم مشاريع إبداعية وريادية جماعية تطوعية وتحقيق فوائد مستدامة في المجتمع. مؤتمر هذا العام تحت شعار الاستثمار في الشباب كعنصر فعال في التنمية البشرية له أهمية كبرى، لأنه الشباب هم المستقبل، هم صانعين القرار في المستقبل القادم، وضمن الأحداث والأوضاع المحيطة فينا واللي هي مليئة بالحروب والنزاعات، كتير مهم أنه الشباب والشابات اللي بيمثلوا 12 دولة عربية وهم من خيرة شباب دولهم وشابات، أن يعبروا عن طموحهم ورؤيتهم للمستقبل في النواحي المتعلقة بالتعليم النوعي، مواضيع الصحة الإنجابية والصحة بشكل عام، أيضا المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب في صنع القرار من أجل التحضير لمستقبل أفضل آمن مستقر في احترام للتعددية وفي احترام للآخر. ويشارك في جلسات المؤتمر الحوارية على مدى 7 أيام ممثلو 10 دول وبواقع 120 شابا وشابة من الأردن وباكستان ولبنان والمغرب وفلسطين وهولندا وصربيا والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وليبيا ومصر. المؤتمر استفدت منه وايد، في أفكار انطرحت أنا راح أستفيد منها، راح أطور من نفسي في مشاريع راح أعرضها، وخاصة في المدرسة راح أكلم أساتذة عشان في أشياء خصوص، يعني هو كان يتكلم عن التعليم، إحنا عندنا في الإمارات عندنا تعلم ذكي، لازم هذا التعلم الذكي يكون تعلم إيجابي وليس سلبي، في أشياء لازم تنطرح عليهم بطرحها عليهم بحاول. وحلو في المؤتمر أنه جمع العرب وجمع أتوقع دولتين من أوروبا، وبين للكل ان العرب على قلب واحد وكلنا اخوان. حقيقة هو احنا اجينا كوفد اردني لانه احنا كنا بالمبادرات الوطنية اللي بتنتبع للمؤتمر، فاول اشي احنا عملنا مبادرات، كل شخصين من محافظة بتختلف عملوا مبادرة، المبادرة بتاعتنا كان اسمها لاجلكم، هي بتشمل انه احنا رح نخلط بين ديانتين المسيحية والاسلامية في محافظات، وبلشنا بمادبة كنا انه احنا نروح على جامع وناخذ مسيحيين معنا يعرفوا الدين الاسلامي، وبعدين نروح على الكنيسة وناخذ معنا مسلمين، وكان برضه هذولك يحكوا، فالهدف انه احنا كنا بنشجع على انه كيف نقدر نعيش بمجتمع فيه تنوعية اللي هو الموضوع الرئيسي للمؤتمر، فاحنا هيك استفدنا وفدنا غيرنا انه احنا عرفنا عن التنوعية وقدرنا نعيش في مجتمع فيه تنوعية. برأيي كل واحد استفاد من إشي. هلا هم مثلا هم عندهم مبادرات، أنا بالنسبة لي هاي يعني أول يوم باجي عن المؤتمر هذا، صراحة استفدت إنه عن موضوع التعليم عندهم كيف هم بحالوا يغيرونا، لازم إنه كل واحد يغير حاله، وحلو كيف قاعدين عم بدعموا الشباب عشان يعملوا وطن أحسن لكل العالم يعني، وعشان يعني يوقفوا النزاعات الموجودة اللي هلا موجودة. وصراحة أنا كثير استفدت من هذا المؤتمر. وتتضمن محاور المؤتمر التعليم النوعي وبناء المهارات والريادة والزواج المبكر والصحة الإنجابية للمراهقين وإشراك الشباب والمشاركة المدنية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.